كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا مكملين في طقس الكنيسة الفريحي، والنهاردة يعني لغاية النهاردة كده تعتبر احتفالات النيروز من أول يوم 1 توت لغاية يوم 16 توت، يمكن واحدة من يعني من أطول الفترات في الكنيسة اللي احنا بنصلي فيها بالطقس الفريحي، ولسه هنكمل في ال3 أيام اللي جايين زي ما انتم عارفين. كل سنة وانتم طيبين، عيد الصليب هنكمل فيهم برضو بالطقس الفريحي وطقس الشعانين. فيعني تعتبر واحدة من الفترات الجميلة في الكنيسة. وزي ما احتفلنا بعيد تكريس كنيسة القيامة، ربنا يدينا ان احنا كلنا نحتفل بعيد تكريس كنائس قلوبنا وكنائس بيوتنا. الكتاب المقدس يعلمنا ان هذا التكريس يتم بكلمة جميلة خالص محبوبة كده وقوية وتقودنا طول السنة، اسمها التوبة. التوبة يعني هي دي تكون الزيت اللي بنمسح بيه قلوبنا ونرجع تاني نخصصها لربنا ونقول لا، دي مخصصة، دي أساسا بتاعت ربنا، حياتي دي أساسا بتاعت ربنا، أفكاري دي أساسا كانت بتاعت ربنا. فإذا كان عدو الخير حاول يأسرها أو أثرها بالفعل، فده مش معناه أن المعركة انتهت، لا، دي مجرد الجولة الأولى أو الثانية أو غيره، لكن في جولات ثانية. وممكن بجولة واحدة، بجولة واحدة فيها عنوانها كده التوبة، بكلمة واحدة الواحد بيقولها لربنا، بدمعة واحدة ممكن تنزل من عين إنسان تايب، بحركة كده جوه قلبه إحساس بوجود الله، ده ممكن يغير الدنيا كلها، اسمها التوبة. بس يا بخت اللي يفهم دي وياخدها، وياخدها بسرعة وما يأجلهاش. يحكوا قصة كده يعني سمعتها من أبونا بولي جورج في التلمود. القصة دي موجودة في التلمود. التلمود هو التقليد الشفاهي لليهود، يعني في عندهم الكلمة المقدسة المكتوبة اللي هي العهد القديم، في عندهم التقليد الشفاهي اللي هو اسمه التلمود. ف بيتكون من حاجات اسمه المشنا والجمار، يعني اللي حابب يدرس اكتر في الموضوع ده. في التلمود مكتوب حكايه عن واحد من شعب اسرائيل كان بيستنى موسى كل يوم هو طالع الجبل عشان يتكلم مع ربنا. احنا نقول على موسى كليم الله، كان يتكلم مع الله مثلما يتكلم صديق مع صديقه. فالراجل ده كان راجل حلو قوي، يستنى موسى كده ويقول له كده بص يعني ايه، بدل ما هتطلع الجبل كله كده على رجليك وتتعب، خد الحمار بتاعي اهو يمشي معاك شويه كده نص الطريق ولا حاجه، يوفر لك الايه السكه شويه، وبعد كده يعني من اما تلاقي الموضوع صعب بقى ومش قادر تاني يعني سيبه وهو يرجع لوحده، هو عارف طريقه يعني. وهكذا كل يوم. فصراحه موسى يعني احرج من الراجل دوت كده ومن لطفه كده، ومن هو كل يوم يستناه ويعني ما يفوتش يوم، ويعني انه بيفكر في راحته. فقال له يعني طب بص بقى، يعني بسبب ان انت يعني راجل حلو كده اطلب كده اي حاجه يعني اكلم ربنا عليها، مش عايز اي حاجه اكلم لك ربنا عليها، اي حاجه يعني مثلا صحتك، عيالك، فلوس، اي يعني عايز اي حاجه، محتاج حاجه يعني اكون سعيد يعني لو قدرت اعمل لك اي خدمه. يعني في ناس كده بنحس كده ان احنا نبقى يعني نفسنا نعمل لهم اي حاجه يعني. فقال له بص انا عندي حاجه واحده بس نفسي فيها. قال له ايه؟ قال له تسال لي ربنا فاضل لي كام سنه واموت. فموسى قال له يعني ده حاجه غريبه قوي يعني، بس احرج الصراحه يعني من الراجل. فقال له خلاص انا اسال ربنا واشوف. فطلع موسى بيكلم ربنا، قال له الراجل ده بس ايه عايز يعرف يعني فاضل له كام سنه. ربنا قال له انسى الموضوع ده، ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، دي حاجه ما ينفعش حد يعرفها، حكمتي ان ما ينفعش حد يعرفها، لازم كل واحد يكون جاهز مستعد طول الوقت. انزل يا موسى ولا وانسى الموضوع ده ما تفكرش فيه تاني. نزل موسى طبعا يعني حاسس بالإحراج، يعني الراجل بيعمل معاه ده وهو يعني مش قادر
يجيب له الإجابة دي يعني. فموسى أحرج يعني، فقال له يعني يا ربنا بقى وتكلمنا في حاجات كتير وبتاع، فشكلي نسيت أقول له يعني، يعني في الحكاية كده يعني. فقال له لا يعني مفيش مشكلة. تاني يوم لا الراجل مستنيه طبعا، موسى ايه عاوز يعني ايه يمشي. فقال له اتمنى بقى ما تنساش المرة دي. بص يا موسى النبي انا عايز اقول لك، انا هربط لك على ايدك خيط كده عشان خاطر انت بتكلم ربنا كده، فنشوف الخيط اللي هربطه لك على دراعك ده، فما تنساش المرة دي. فطلع موسى مش عارف يعمل ايه، كان حب يفلفص مش قادر. في حاجات كده برضو اوقات تحصل في حياتنا يعني، فتحس عايز تروح تزوغ يمين مش قادر، هي لازم تتعامل مع الموقف. فراح لربنا قال له بص بقى يا رب يعني انا شكلي وحش جدا قدام الراجل ده، ورابطني شايف رابطني على ايدي، فيعني اديني بس الاجابه دي وخلاص يعني. قال له يا موسى الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكرها، الموضوع خطير. قال له يا موسى تتعهد انك تكون مسؤول عن الراجل دوت؟ قال له اتعهد يا رب، ده شكله راجل حلو ويعني ما تقلقش من الموضوع. ربنا قال له متاكد يا موسى؟ قال له متاكد يا رب. قال له الراجل ده قدامه كمان 20 سنة. نزل موسى بقى ايه زي ما بيقولوا يعني جايب الاجابه من الكنترول زي ما بيقولوا، فيعني فرحان قوي ونزل على الراجل قال له ربنا بيقول لك قدامك 20 سنة. الراجل خد الإجابة وفرح كده واتبسط وراح ماشي. يجي موسى تاني يوم إنه يلاقي الراجل مفيش. تاني يوم يلاقي الراجل مفيش، الراجل فص ملح وداب. قعد يسأل عليه كل الناس من بيت، الراجل اللي كان بيقف هنا، الراجل اللي عنده الحمار اللي شكله مش عارف ايه والحمار بتاعه شكله مش عارف ايه، وقعد يكلمهم لغاية ما وصل الراجل. قال له ايه يا عم فلان فينك؟ قال له اصل انا بعت الحمارة. قال له بعت الحمارة؟ قال له طب عملت ايه بالفلوس بتاعتها؟ قال له اشتريت خمارة حلوة كده يعني ماشية مع بعضها. قال له بعت الحمارة واشتريت خمارة وقاعد بقى ايه يعني. قال له يعني بص مش انت بتعلمنا دايما ان الله اله رحيم ويندم على الشر ويقبل التوبة ويغفر للانسان، مش بتعلمنا كده؟ مش علمتنا كده؟ قال له اه بس ده مش معناه ان انت يعني تستغل رحمة ربنا، لا ده يعني طر انات ربنا ده عشان خلاصك مش عشان خاطر. قال له لا بص هو ربنا بيقبل التوبة، فانت سيبني كده ايه زي ما انا بدماغي عايشها زي ما انا عاوز، وعدي عليا بعد 19 سنة. حلو قوي، سنة في الاخر نتوب وخلاص الدنيا تبقى حلوة خالص، سنة بحالها نتوب فيه. يا عم فلان يا عم يهديك يرضيك مفيش فايدة. قال له هي كده مش علمتنا؟ مش بتقول كده؟ خلاص ترجعش في كلامك بقى. مشي موسى هو حزين جدا وقعد يعد الايام، مش بيعد السنين بيعد الايام، وعمال واخد باله عشان خاطر ما ينساش راح يموت الراجل هيهلك. راح له بعد 19 سنه لا على نفس الحاله دي، دخل عليه فبيقول له يا عم فلان. قال له انت مين؟ قال له انا موسى مش فاكرني؟ طبعا الراجل ايه دماغه مش فيه يعني، فانا موسى 19 سنه عدوا. قال له افتكرت موسى. طب بص مش انت بتقول برضو ان ربنا اله رحيم؟ عدي عليا بعد 11 شهر، مش شهر واحد كفايه؟ شهر واحد هيكون كفايه. مشي موسى وعدي عليه بعد شهر، مش ربنا اله رحيم؟ عدي عليا بعد 3 اسابيع، اسبوع واحد حلو قوي يعني، اسبوع واحد والواحد يصلي كده كله ويتوب تمام. عدي عليه قال له بص عدي عليها بعد 6 ايام، عدي عليها بعد 6 ايام. الواحد يعني ممكن في يوم واحد يعمل التوبه بتاعت سنين، تمحي خطايا سنين. عدي عليا بعد 23 ساعه اخر ساعه كده، لغايه ما الراجل وقع واغمى عليه وما لحقش يتوب.
ايه القصه دي بقى؟ الهدف منها ايه؟ ان اللي ياجل توبته يتعب، اللي ياجل توبته مش عارف بعد كده الخطيه هتبقى شكلها عامل ازاي، مش عارف بعد كده محبته للخطيه واعتياده هتبقى عامل ازاي. طبعا التوبه قويه وليها مفعول، نقول في تمجيد الانبا موسى الاسود، والتوبه لها مفعول بتخلي الزاني بتول والمتمرد مقبول. يعني كلمه جميله بتتقال عن التوبه، لكن مش معناها ان الواحد يحسب طول انات ربنا ان ربنا خلاص، لا، احسبوا انات ربنا خلاصا ان تستهين بغنى لطفه وامهاله، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه، مش انك تنسى التوبه، الى التوبه. ربنا يدينا ان احنا نعيش حياه التوبه، لالهنا كل مجد وكرم في كنيسته الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها. آمين.